بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا خدمة لدينك ومحبة في رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وتأليفا لقلوب عبادك يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برسول الله نستغيث، يا حي يا قيوم برحمة العالمين نستغيث، يا حي يا قيوم أغثنا ووفقنا لما تحب وترضى، وعجل النصر للمسلمين على أنفسهم وعلى أعدائهم يا رب العالمين، ببركة حبيبك المصطفى وإدخالا للسرور في إلى قلبه، فهو حبيبك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أنر بصائرنا. نعوذ بك من الدعوة، فلا حول ولا قوة إلا بك، وما توفيقنا إلا بك يا رب العالمين. نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وعلما نافعا وشفاء من كل داء، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واغفر لأمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واجمعنا جميعا حول حوضه الشريف، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلى الله عليه وسلم، وأعلي فوق بناء الناس بناءه، وأكرم نزله ومثواه، وأدخل السرور على قلبي، وبلغه منا السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية، كتاب بيان أحكام الحج. وقرأنا مقدمة المحشي، ووقفنا على قوله وهو لغة القصد، يعني هو اللي هو الحج لغة معنى القصد، أي سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره، يعني مطلق القصد في اللغة، كويس، أو لغيره كالغيث والأكل والشرب. الغيط ده اسم الحقل اللي بيزرع فيه بلغة الايه فلاحين المصريين. سيدنا البيجوري من البجور منوفية، عندهم غطاء، فبيبينها لك يعني ايه باللغة الدارجة عند المصريين، كالغيطي اللي هو الحقل يعني الذي يزرع وغيره. فلو قصد مثلا الى مكان معين ولك حج الى ايه الى هذا المكان، ده من حيث اللغة. لكن انتقلت كلمة الحج من اللغة الى القصد الى بيت الله الحرام بس، فاذا اطلقت لا يقصد الا، يبقى انتقلت من معنى اللغوي الواسع الى معنى شرعي اصبح لها معنى مخصوص في الشرع. زي الصلاة، الصلاة هي مطلق الدعاء. لما نيجي نقول مثلا واحد بيصلي ما نقولش بيده، يعني معناه واحد بيقول الله اكبر متوجه للقبلة بيصلي، ده معنى شرعي، فانتقلت من معنى اللغوي الى المعنى الشرعي. الزكاة هي النماء، لكن لما نقول واحد بيزكي يعني بيعطي للفقير مال، يبقى دي ايه بتنتقل من المعنى اللغوي الواسع الى معنى شرعي اضيق. او لغيره كالغيث والاكل والشرب، فالمعنى اللغوي اعم من الشرعي كما هو الغالب، وظاهره انه لغة مطلق القصد، وقيل القصد المعظم. يعني هل الحج هو مطلق القصد ولا القصد لشيء معظم؟ يعني مش معقول الواحد اقول مثلا حججته الى دورة المياه، يعني وهو رايح دورة المياه اقول هحج لدورة المياه، يتلقش يعني في لغة العرب ما يستعملش حجة الا القصد لشيء معظم، كويس، في الغالب كده. وعشان كده قال وقيل
وقيل القصد لمعظم انه لغة مطلق القصد، وقيل القصد لمعظم يبقى لها معنيين في اللغة، والعمرة لها معنى اخر، لغة هي الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام للنسك. والفرق بينهما وبين الحج ان النسك فيه مشتمل على الوقوف بعرفة بخلافه فيها فلا وقوف فيه، طبعا فلا وقوف فيها ولا رمي ثمرات فيها ولا ذهاب لمنى فيها ولا مبيت لمنى فيها، حاجات كتيرة بقى تانية مش كده برضو، لكن هو بيدي لك مثال يعني ان هي مرتبطة بعرفات وده وقت معين في السنة وبقعة معينة، يبقى الحج مضيق من حيث الزمان والمكان، الحج مضيق من حيث الزمان والمكان، انما العمرة موسعة من حيث الزمان ومضيقة من حيث المكان، لانها لازم تبقى في ايه حوالين الكعبة وبين الصفا والمروة. كويس. قوله وشرعا يعني ايه الحج بالمعنى الشرعي؟ قصد البيت الحرام للنسك، قصد البيت الحرام للنسك اي قصد البيت المحرم المعظم لاجل الاتيان بالنسك مع الاتيان به بالفعل. فلا يقال، اصل ممكن يعترض معترض على هذا التعريف، ان التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته، يعني ما انت ممكن اصلا تنوي وانت قاعد لان هي محلها القلب مش محتاجه يعني، لكن ايه فهو عم يقول لك قصد البيت الحرام، فالقصد هو العزم القلبي، يبقى معناه كده ان انا مجرد ان انا قاعد في بيتي كده وعزمت قلبي يبقى انا حجيت، علشان كده قال لك القصد هنا المقصود بها هو الاتيان بالفعل نفسه. وعلشان كده احنا قلنا ان وقت النية ايه اللي هي القصد؟ ان يكون مطابقا للفعل، مطابقا للفعل، وغير كده يسموه عزم عند لغة الايه العوام. فلا يقال ان التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته. وفي الحقيقة الحج شرعا هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحق والحلق وترتيب المعظم، وترتيب المعظم يعني ترتيب معظم الأركان، فهو نفس هذه الأعمال، أي أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة، فلا يخلو هذا التعريف من مسامحة، يعني التعريف ده برضو يعني في نوع من المسامحة قابل للمناقشة، يعني لو هتقعد تدقق فيه ممكن تجد فيه بعض الاعتراضات عديها، لأن احنا عارفين أن الحج هو الإتيان بالنسك نفسه. كويس. وإن كان هو الموافق للقاعدة من أن المعنى الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي، لكنها قاعدة أغلبية كما تقدم التنبيه عليه. قوله وشرائط وجوب الحج أي والعمرة، ففي اكتفاء كما تقدم في الترجمة، لأن الشروط التي ذكرها كما هي شروط الوجوب لوجوب الحج شروط لوجوب العمرة أيضا، ما احنا عندنا العمرة واجب في العمر مرة كالحج سواء بسواء، ده عند الشافعية كده، فالشروط وجوب الحج هي نفسها شروط وجوب العمر. وقد اقتصر المصنف على مرتبة الوجوب وهي خامسة المراتب، يعني بالنسبة لشروط الحج ايه بيمر على خمس مراتب، مرتبة اللي هي انه يصح منه مطلقا ولو بغير مباشرة، وهي غير مقيدة بالمباشرة، زي ان يبقى صبي صغير غير مميز بينوي عن وليه يصح الحج، لكن مش واجب عليه ومش محتاج مباشرة، ودي شرطها الاسلام بس وخلاص، يبقى عيل مسلم. وفي الشافعية قالوا يبقى طاهر، يعني ما ينفعش يبقى لابس بامبرز وحج عنه عند مذهبنا، يمكن مذاهب تانية تجيز لانه مش هيبقى محافظ على، عارف يعني ايه لابس بامبرز؟ يعني يبول ويتغوط على نفسه دون ان يتحكم في نفسه فلا يبطل طهارته. فعند الشافعية بيشترطوا علشان ينفع يحرم الصبي الصغير يبقى وصل لمرحلة انه هو بيضبط نفسه من التبول والتبرز على نفسه دون اي شعور، يوصل لمرحلة يعني يقول سن 3 سنين اول ما يبتدي ايه يقول لمامته عايز اروح اعمل اتبول او اتبرز، يعني معناه ناشف طول النهار ونظيف، يبقى ده اللي ممكن وليه يحرم عنه علشان اما يجي يطوف بيه يبقى ايه طاهر، انما ما ينفعش يبقى شايله كده والواد ايه لابس البامبرز وقالين مدخ ويتوب بيه،
ما ينفعش عند الشافعية هذه الصورة. يبدو ان في بعض مذاهب المسلمين تجيز ذلك على اساس ان الاحكام مع الاطفال تتوقف الاحكام مع الاطفال، يعني ايه التحكم، يعني احكام معنى التحكم، فتلاقيه شايل ومدي ظهره للطواف وطوافه صحيح، في حين انك انت لو طفت ومدي ظهرك للمطاف طوافك يبطل، لكن الطفل طوافه صحيح، لا توقفت الاحكام في حق الطفل. خدت بالك؟ من اجل الطفوله النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتوقف الاحكام من اجل بل يتوقف الشرع كله من اجل الطفوله. كان النبي يدخل في الصلاه ويحب ان يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيأثره مخافه ايه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف يخطب يلاقي سيدنا الحسن جاي يحبي يروح نازل قاطع الخطبه ونازل شايله وحضنه وشايله كده ويكمل خطبه وشايله. يبقى من اجل الطفوله والشفقه والرحمه الاحكام بتتغير. كويس؟ فعلشان كده بعد ما زاد المسلمين وسع الامر، قال لك حتى لو كان ايه؟ طالما النجاسه يعني غير منتشره وهو لا يتحكم في نفسه، يبقى غير مطالب ان يكون طاهرا، لان الشرع لا يطالبه بايه؟ بما لا يستطيع ان يفعله في نفسه، لانه خلقه كده. زي دائم الحدث. هو دائم الحدث يعني ما يعرفش يعمل عمره؟ يعمل عمره بس بشروط دائم الحدث، فاعتبر اللي بينزل ده ولابس البامبرز دائم حدث يا سيدي، خلاص مشيه تمشي. فهمتني بقى ازاي؟ وبالتالي الامر واسع، الامر واسع. لكن الشافعيه في موضوع الطهاره والنجاسه حلوين شويه، محسوكين شويه، مشادين شويه، فيقول لك لازم يبقى الصبي ده ايه يعني حتى ولو قبل التمييز الا ان يكون طاهر بس، عشان يصح ايه الحد عنه بغير مباشره، ليصح بس. طب ومتى يصح بالمباشره؟ من رجل طفل الاسلام التمييز بس، يبقى طفل مسلم مميز يبقى يصح عنه بالمباشره. كويس؟ طب ومتى يجب عليه؟ يجب عليه ايه؟ بالنذر. يجب عليه بالنذر. هنقرا على اي حال هو هيمسكها لك مرتبه مرتبه. فبيقول هنا وهي خامسة في المراتب، والأولى هي الصحة المطلقة غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها، وشرطها الإسلام فقط، فلولي المال دون غيره كالأخ والعم. يعني ما ينفعش الأخ ينوي أنا أخو الصغير طالما الأب موجود، لأنه لا، لكن لو الأخ ده بقى هو ولي المال، الأب مات وبقى هو مسؤول وأخوه صغير يحرم عنه. لكن لازم لولي الإيه؟ لولي الأمر أو ولي ماله اللي ماسك الولايه عليه، اللي يسموه ولايه اجبار. فلولي المال دون غيره كالاخ والعم ان يحرم عن الصغير ولو مميزا، وعن المجنون قياسا على الصغير بخلاف المغمى عليه بان ينوي جعله محرما. ينوي عنه يعني ايه؟ يعني ينوي جعله محرم، ويبتدي يفطمه عن محظورات الاحرام، فيقول له عايز اقص ضوافر، يقول له لا مش الوقت اما اخلص النصف. كويس؟ يقول له عايز احط مثلا طيب، يقول له لا مش الوقت علشان مغمى. يقول له عايز احلق شعر، يقول له استنى اما نخلص النص. يبقى هو ايه؟ يعني ينوي عنه انه محرم ويحرمه من محظورات الاحرام. واضح؟ بان ينوي جعله محرما وان لم يؤدي نسكه، فيصير من احرم عنه محرما بذلك، ولا يشترط حضوره ولا مواجهته. يعني وقت النية، وقت نيته انه ينوي انه هو يحرم عن ابنه، ما يشترطش ان الابن الصغير الغير مواجه يبقى موجود وقت النية. ممكن يبقى نايم، امه بترضعه، بتاكله، اي حاجة. كويس؟ لكن لابد من احضاره المواقف، لكن لابد بقى من احضاره لما يطوف يبقى شايله معاه، لما يسعى يبقى معاه، في عرفات يبقى معاه، فيطوف به مع طهارتهما. شفت الشرط بتاع الشافعي؟ مع طهارتهما. وباقي المذاهب اجازوا الطفل الصغير على اعتبار انه يجوز من دائم الحدث على الا يلوث المطاف ولا يلوث المسعى والاماكن الطاهره، ويصلي عنه ركعتي الطواف. يبقى ايه ساعتها؟ هيروح هو طاف وجايب معاه الولد شايله معاه ولا البنت الصغير، وبعدين بعد ما يخلص الطواف يصلي ركعتين سنه الطواف عن نفسه وركعتين سنه الطواف تانيين يصليهم عن ابنه. كويس؟ اللي هو ايه بيطوف عنه، يبقى هيصلي ركعتين سنة طواف لنفسه وركعتين عن ابني. كويس؟
يسعى به ويسعى برضه من الصفا والمروه وهو معاه شايله بيجره على عربيه حتى ولو نايم، ولو نايم مش مشكله. ويناوله الاحجار ليرميها ان قدر في الحج، لو الواد قدر يوصل للمرمى كده، ودلوقتي المرمى بقى سهل، وحب يمسك الحجاره ويرميها يناولها ويرميها. ما يستطيعش المرمى عالي عليه وهو قصير صغير يرمي عنه، بس بعد ما يكون رمى عن نفسه. ان قدر والا رمى عنه من لا رمي عليه، وهذا في غير المميز، كل ده في غير المميز. واما المميز فيطوف ويصلي ركعتي الطواف، يشترط للمميز ما يشترط للكبير، يبقى طاهر ومتوضئ وساتر عورته، كل الحاجات دي زي الكبير، لانه مميز تعرف تامره ينفذ. انما بالنسبه للطواف، ايوه طواف واحد بنيتين ولا لا؟ هو معاك طواف واحد بنيتين. لا انت بتنوي طواف مثلا العمره عن نفسي ومعي ابني، واخد بالك، وهو ماسكه في ايده خلاص، والسعي كذلك. يجوز النيابه في الصلاه؟ لا، ما هو النيابه اصلا في الحج اصلا يجوز النيابه فيه اصلا مطلقا. مطلقا لا، الصلاه بتاعت السنه الطواف علشان دي متعلقه بالنسك، دي متعلقه بالنسك. لكن مش هيصلي عنه الظهر مثلا، يفرض اذن عليهم الظهر وهم بيطوفوا، هيصلي ظهر نفسه لانه مش واجب عليه، خدت بالك؟ يعني هنا بننقي من الاحكام، واخد بالك ازاي؟ بنلتقط منها ايه ما يرتبط بالنسك نفسه اللي هو العمره والحج، كويس؟ بنية واحدة، ان هو يصلي ركعتين. اصل هو طوافين، طواف عن نفسه وطواف ابنه معاه، حاضر. طواف واحد بنيتين. لا بس هو مش هما شخصين؟ بالظبط. ومعاه الشخص ده موجود، يبقى هيصلي ركعتين وركعتين، لأن العبرة بتعدد الأشخاص. بتعدد الأشخاص نفسه. هو عن شخص نفسه، افرض عنده بنتين وابنه الثالث وجارين بعض كده وبيطوفوا معاه، يبقى هيصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين. طب افرض ما صلاش، ما هي سنه يا سيدي، سنه التوضي سنه صحيح ما فيهاش حاجه، خدت بالك؟ لكن لا تسقط عنه ولو سنوات، سنه ولا تسقط ابدا، يقدر يؤديها في اي وقت، واضح؟ ويصلي ركعتي الطواف ويسعى ويرمي الاحجار بنفسه ويكتب له ثواب ذلك، ده في المميز، فان الصبي يكتب له ثواب ما عمله او عمله عنه وليه من الطاعات، ولا يكتب عليه معصيه اجماعا. ودي من رحمه ربنا ان الاعمال الصالحه تكتب في صحيفته، وقبل التكليف لا تكتب عليه اي سيئه، سهله، ولا يكتب عليه معصيه اجماعا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من توفيق الله للعبد ان يجعل معاصي كلها فتره عدم تكليف، يخلص نصيبه من المعاصي. ولو لم تذنبوا لذهب بكم وجاء بغيركم يذنب فيستغفر فيغفر له. فمن توفيق ربنا ان يجعل العبد في فتره قبل التكليف دي يعمل ايه؟ اللي مكتوب عليه من المعاصي انه يعملها، فيعملها ويعديها، والا هي مش مكتوب. وده بيبقى توفيق الله لبعض الناس. ولا يكتب عليه معصيه اجماعا. والثانيه صحه المباشره. يبقى احنا قايلين وشروطها مع الاسلام التمييز. الثانيه اللي هي صحه المباشره، يبقى الصحه مطلقا انه يصح عنه الحج مطلقا، ولو بغير مباشره النيه، لغير المميز. طب مع المباشره يبقى اسلامه تمييز. كما في سائر العبادات، فللمميز ولو صغير او رقيقا، ولو صغيرا او رقيقا، ان يحرم باذن وليه من اب ثم جد ثم وصي ثم حاكم او قيم، ويباشر الاعمال بنفسه. والثالثه، المرتبه الثالثه، صحه النذر. صحه النذر وشروطها مع الاسلام والتمييز البلوغ. يعني لو نذر غير بالغ لا ينعقد نذره. من شروط ايه انعقاد النذر؟ ان يقع صحيحا، ان يكون مسلما مميزا بالغا. لأن النذر واجب ولا يجب على غير البالغ شيء، كويس؟ فلازم علشان ينذر ويجب عليه الأداء النذر يبقى إيه؟ بالغ.
وشروطها مع الإسلام والتمييز البلوغ، وإن لم يكن حرا فيصح نذر الرقيق الحج. يعني ما يشترطش فيها الحرية هنا، صحة النذر ما يشترطش فيها الحرية. يعني ولو رقيق نذر الحج يبقى إيه؟ واجب عليه، يصح منه هذا النذر، ويصح لو حج وهو رقيق عن قضاء نذره ولكن ليس عن حجة الإسلام. كويس. والرابعة الوقوع عن فرض الإسلام، الوقوع عن فرض الإسلام وشروطها مع الإسلام والتمييز والبلوغ تزود الحرية عشان نخرج العبد. وإن لم يكن مستطيعا، يعني لو اشترط فيها الاستطاعة عشان يقع حجه عن فرض الإسلام يكفي فيها أن يكون مسلما بالغا مميزا بالغا حرا فيقع حجه عن حجة الإسلام. طب ما الاستطاعة ايه دي؟ ده شرط وجوب مش شرط وقوع عن فرض الإسلام، ده شرط وجوب. افهم الفرق، فهم الفرق. يعني لو واحد فقير مسلم عائل كده والحمد لله كويس لكنه فقير ما عندوش حتى فلوس توديه العتب، جاء واحد قال له تعالى معايا هنحج السنة دي، قال له انا معيش حتى فلوس اركب حتى للسيد عيش، قال له يا سيدي انا هجيب لك كل حاجة هتركب هطع لك كل حاجة تعيش معايا. وحج وهو كان بالغا وقع عن حجة الاسلام وصحت عن حجة الاسلام ويبقى انقضت حجة الاسلام عنه. كويس. وان كان غير واجب عليه، واضح. انما لو كان بقى مستطيع واجب عليه الحج ساعتها يطلع. يبقى في شروط ايه؟ صحة عن حجة الاسلام يضاف اليها الحرية للشروط السابقة. واضح الكلام؟ طيب يجي مرتبة خمسة الوجوب بقى، تضيف على دول الاستطاعة، تضيف على دول الاستطاعة سهلة. وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام، وإن حرم عليه السفر له إذا حصل له منه ضرر. قد يكون السفر حرام عليه لكن افرض سافر وجازف، حرام لأنه ممكن يقبضوا عليه، واخد بالك، لأنه تأشيرته مش مظبوطة، أو أنه بياخد تأشيرة عمرة ويهرب في رمضان ويستنى لحد ما يجي وقت الحج ويروح ظاهر زي الخفافيش بالليل كده ويروح ايه طالع عشان يبقى في عرفة. حرام عليه لانه بيعرض نفسه للإهانة والمهانة، وربنا ما يحبش ان العبد يهان، عبده عزيز، وبيفرض على نفسه ما لم يفرضه عليه ربه، واخد بالك. في الحالة دي حرام عليه انه يعمل كده. طب عمل كده حده صحيح وسقط عنه ايه ووقع عن حجة الإسلام، لكن حرام عليه كان يعمل كده، واضح، فهمت. طب بيعمل كده ليه؟ دروشة. طالما حاجة مش ماشية على نطاق الشرع المنضبط بنسميها دروشة، عاطفة. يعني ماشي بعاطفته، يقول لك اصل انا بحب نفسي حج، يبقى انا بيحج لنفسه عشان نفسه مش بيحج لربه، انما اللي بيحج لربه حاجة تانية. شوف ربنا ايه طلباته، حاضر يا رب، ربنا خلقك عبد العزيز يبقى ما تزلش نفسك، فما تعملش تصرفات تزل نفسك. المصريين غايين يزلوا نفسهم في الحج دي بالذات، ليه؟ عشان عندهم عاطفة جياشة وعلم ضعيف، دراويش يعني، كلهم عندهم محبة زائدة، وبعدين عنده علم ايه تقول له نواقض الوضوء ايه، يقعد يفكر كده شوية يقول لك التبول، طيب وبعدين يقعد يفكر تاني، يعني مش جاهز، العلم مش جاهز في ذهنه. ليه المشكلة؟ في المشكلة كده. الدرويش ده الشيطان ممكن يضحك عليه على طول، يعمل له شبهه في الطريق الا لا الى الله، يفتنه، يشوف له رؤيه كده يقول له يا عبدي انا رفعت عنك التكليف يا عبدي انت زي الفل، يوم بعد ما كان مواظب على الصلاه يبطل صلاه. ليه؟ لانه درويش مش فاهم، انما العالم حاجه تانية. الشيطان ما قربلوش، خاف منه، راح فين ده؟ وعشان كده تسبيحة من عالم أحسن من ألف ركعة من عابد. يعني العالم كده يبقى نايم طول الليل وقبل ما ينام بس يقول سبحان الله والحمد لله، والتاني العابد واقف طول الليل زي العمود النور، تلاقي الدعاء اللي قاله العالم ده ونام عليه أحسن من عبادة، لأن ده بيعبر على حرف. العابد اللي بغير علم ده بيعبر على حرف، تجي له شبهة توديه في داهية، واخد بالك، مش
مش بيقول لك وجعته اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، كان عابد غير عالم. قالوا الشيطان ضحك عليه، عابد غير عالم، والقصص كتيره مشهوره. فاحنا عايزين المصريين يستغلوا عاطفتهم الحلوه دي ان يتعلموا بقى، يا يكملوا بقى يكمل، لان العباده مع العلم والعاطفه، العاطفه دي تخليك مخلص، تخليك مقبل على الله، تخليك محب، فالحاجات دي كلها ربنا يحبها. بس مع العلم بقى يا يبقوا اولياء، يبقى عندنا 70 مليون ولي. اه والله مصر دي تبقى تعج بالاولياء، لكن اللي حجبهم عن الولايه ضعف العلم، ضعف العلم، والله ده اللي حجبهم عن الولايه. لكن المصريين قريب للولايه، ناسه بس يقعد يتعلم، يهدى شويه، تعلم كده بس هيبقى زي الفل. وان حرم عليه السفر، يا لو يقرا السطر ده يريح نفسه. إذا حصل له منه ضرر لكمال حاله، ليه يقع عن حجة الإسلام لكمال حاله؟ لأنه مسلم بالغ عاقل مميز حر، ما ده كمال حاله، يقع عنه يصح عنه حجة الإسلام. لا من صغير ورقيق، لو افرض بقى إيه توقع من صغير ورقيق، ده حاله مش كامل فما يقعش عن حجة الإسلام. إن كمل بعده، لو صغير ورقيق حجه وكمل بعده، يعني الصغير كبر والرقيق بقى حر، يجب عليه بحجة الإسلام. واضح؟ لخبر أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فإن كمل قبل الوقوف في عرفات، كمل يعني إيه؟ يعني الرقيق تحرر قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة، والصبي بلغ في وقت الوقوف بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة، صح عن حجة الإسلام، وقع عن حجة الإسلام. واضح؟ طب لو كمل بعد الوقوف بعرفة خلاص، لأن الحج عرفة. أثناء الوقوف بعرفة، ما إحنا الوقوف بعرفة صح بلحظة، خلاص يبقى كمل. لا يتفضل. لا، التمييز حده ان الصبي يعرف اللي يضره من اللي ينفعه، يعرف يمينه من شماله. طبعا، بس الانسان قبل البلوغ بيبقى مميز، بيقعد كذا سنه مميز، يعني مستني 3-4 سنين، يا ولد ايدك اليمين فين؟ اهي يا بابا. طب ايدك الشمال فين؟ اهي. طيب حط ايدك في النار، لا تلسعني. طب انت ساكن فين؟ في المقطع. طب انت قاعد فين؟ في مسجد الاشراف. يبقى ده مميز ولسه ما بلغش، فاضل له 10 سنين على ما يبلغ. فهمتني ازاي؟ يبقى ده اسمه مميز. يبقى التمييز يعرف ايه ايد يمينه من شماله، يعرف راسه من رجليه، كوعه من بوعه. فاهم؟ تقول له فين راسك؟ اهي يا بابا. فين رجلك؟ اهي. يشاور عليه، يبقى عارف، فهم. تقول له طب اطلع يا ولد فوق كده هات لي الشبشب، يطلع يجيب لك الشبشب. طب انا عطشان، ما يجيبلكش سندوتش، يجيبلك ميه. يبقى فاهم، بقى مميز. صح ولا لا؟ مين دي يا ولد؟ يقول لك بابا جده. لا مش مميز، تشاور له على مامته يقول لك بابا جده، الا اذا كان بيتدلع بقى. مساعد لعيلة الدلع يبقى عارف وبيتدلع على بابا، دي مساله ثانيه، لكن مميز. فهمت بقى التمييز؟ يا التمييز غير البلوغ. بس هو كل بالغ مميز ما لم يكن مجنونا. ايوه ايوه، يعني البلوغ لا يقتضي العقل، لكن التمييز يقتضي العقل دون البلوغ. فهمتني ازاي؟ ليس كل بالغا عاقلا، لكن كل مميز عقل. واضح؟ بس فإن كمل قبل الوقوف أو في أثنائه أجزأهما وأعاد السعي. أجزأهما. طب افرض أثناء الوقوف، لكن هو لما كان جاي سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، عليه عيد بقى سعي الحج؟ لانه لما ساعة ما كانش كامل الحال. فهمتني ازاي؟ بس واعاد السعي ان كان سعيا بعد طواف القدوم. والخامسة مرتبة الوجوب اللي يتكلم عنها بقى هنا بقى، اللي هي مرتبة متى يجب الحج على المسلم، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع اليه سبيل. يبقى مسلم مميز بالغ حر مستطيع. خمسة سهلة. قوله سبعة أشياء، وفي بعض النسخ سبع خصال، هم خمسة في الحقيقة، بس اللي زود
جاب لك شروط الاستطاعه عدها لوحدها معاه كويس، فزود بقى، ممكن يزود لك كمان يخليهم لك 10 مش براحته، لكن هم خمسه وتيجي تفك الخمسه دي هي الاستطاعه تلاقي نقط كتيره بقى. فساعات شروط الشرط يعتبرها شرط تجوزا فيعد زي ما هو عايز. فإن قيل كيف هذا مع أن المذكور في كلامه ثمانية على بعض النسخ الذي فيه إثبات وإمكان المسير، أجيب بعد وجود الزاد والراحلة، أجيب بعد وجوب الزاد والراحلة واحد، بس ساعات يجي تعد وجوب الزاد واحد وجود الزاد واحد وجود الراحلة اثنين، وساعات يعد لك وجود الزاد والراحلة رقم واحد، فيختلف العدد بقى عشان كده. لكن المهم تعرف المعاني مش العبرة بالعدد. على بعض النسخ المذكور، فإن قيل المقرر أن شروط الوجوب خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. شوف هنا حط العقل مكان التمييز، فهمتني بقى؟ الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وأما وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير فهي شروط للاستطاعة، فكيف يجعلها المصنف شروطا للوجوب؟ أجيب بأنه تسمح بجعل شرط الشرط شرطا، فالشرط هو الاستطاعة وهذه شروط لها، فيلزم أن تكون شروطا للوجوب لأن شرط الشرط شرط. وأعلم أن الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس، وشروطها سبعة الأربعة التي ذكرها المصنف، والخامس أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها. يعني في شروط استطاعة زيادة للست غير اللي احنا بنقولها، غير الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسير والثبات، كل ده موافقين عليه، بس المرأة بتحتاج شرط زايد في الاستطاعة أن يبقى مع محرم، مش كده برضو؟ أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها، وإن لم يكن كل منهما ثقة. ولو ما كانش المحرم بتاعها ولا زوجها ثقة، بس يكفي إن هما يغاروا عليها، دي يكفي. وإنما الشرط أن يكون له غير عليها، أو يخرج مع عبدها الثقة، أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر لتأمن على نفسها، كويس؟ اللي هو ايه؟ تخرج مع نسوة وثقات، ده في حج الفريضة، انما ما ينفعش تخرج من غير محرم مع نسوة وثقات في حج النافلة. لكن المصريين بيتوسعوا قوي، تبقى حجة 10 مرات وبرضه تحب تقول لك هو نسوة وثقات، ما ينفعش. نسوة وثقات دي مرة واحدة في العمر لضرورة أداء الفرض، انما ما ينفعش في ايه؟ في النوافل. في حالة عدم وجود محرم، ايوه، اصل هي لو شرطنا عليها لازم يبقى معاكي محرم، قد يكون ليس معها نفقات انها تنفقها على المحرم، فهمتني ازاي؟ فيبقى احنا بنصعبها. افرض هي معاها امكانيات انها تحج لوحدها بس مع نسوة ثقات، نقول لها خلاص اخرجي مع نسوة ثقات اذا كان حج فريضة. طب معاها نفقات المحرم والمحرم رافض انه يطلع معاها، خلاص برضه يبقى لم تستطع المحرم، تخرج مع نسوة وثقات برضه في حج الفريضه. في حج الفريضه. بس لو هي مش عاوزه تدفع المحرم لا يجوز لها الخروج. لا يجوز برضه لها الخروج مع نسوة وثقات. مع ان معاها بس باذن المحرم. بس شرط اساسا شرط الاذن. باذن المحرم غصب عنه يعني. والشرع قال للمحرم وافق يا محرم. تقي الله وافق يا محرم. ما عندي عباده. بس هي معاها التكليف. يعني قال له بطل غلاسه يا محرم. يعني اللي عايز يسافر معاه ولا موافق كمان، يعني مش زي غلاسه، فين حسن العشر؟ هو موافق وهي معاها التكلفه، بس هي اللي مش عاوزه تطلعه معاه خلاص، لانه بيغلس معاها. صحبته وحشه، في ناس في السفر صحبتهم عله، فهي عايزه تهرب من صحبته، معذوره. يبقى ايه؟ او نسوه ثقات ثنتان فاكثر لتامن على نفسها، ويكفي في الجواز لفردها امراه واحده. في الجواز لفرضها ممكن ولو مع امرأة واحدة ثقة، جارتها طالعة هي وجوزها تطلع معاها في حس جارتها، كويس؟ وسفرها وحدها ايضا ان امنت، ويجوز انها تسافر وحدها في رفقة امنة، رفقة امنة، كويس؟ كل ده فين؟ في الفرض، بخلاف النفل، فلا يجوز لها الخروج له
مع النسوة ولو كثرن. عمر الحج نفس الحكاية، ما العمر فرد في العمر مرة برضو ليها. والأمرد الجميل كالمرأة لكن لا يخرج مع مثله وإن كثر. الأمرد الجميل هو الشاب إيه اللي ما طلعلوش شعر كده في لحيته وشكله جميل كده، ده يخشى عليه برضو زي الستات، لأنه ممكن إيه كان زمان ممكن السفر طويل ويمشوا في طرق طويلة ويطلع عليهم ناس يخطفوهم ويضربوا عليهم الرق وشغلانة مش سهل، فعلشان كده يحافظوا عليهم. يكون في زماننا احنا بقت الأمور أسهل. والأمرد الجميل كالمرأة لكن لا يخرج مع مثله وإن كثر، يعني ما يخرجوا شوية ايه عيال شبان كده مرد مع بعض ويقولك ما احنا هنبقى ايه نحمي بعض، ما ينفعش بقى. ولو لم يخرج من ذكر إلا بأجرة لزمتها إن قدرت عليه لأنها من أهبة سفرها. واضح الكلام؟ يبقى لو محدش خرج معاها قال لها طب ادفعي الأجرة، وهي عندها الإمكانيات إنها تدفع الأجرة لزمتها كويس، لأن دي من أهبة السفر. كقائد الأعمى، واحد أعمى بيحتاج قائد يبقى واجب عليه إن يديله أجرته عشان ياخده معاه، لأن القائد الأعمى عامل زي السواق اللي هيسوقله وما لا يجيد انه يسوق. كقائد الاعمى فانه يشترط خروجه معه ولو باجرة قدر عليه. والسادس من شروط الاستطاعة ثبوته على المركوب بلا ضرر شديد، فمن لم يثبت عليه اصلا او ثبت بضرر شديد ليس بمستطيع بنفسه. ثبوته على المركوب لان كان زمان بيركبوا الهودج والجمل بيتهز كده، فلو كان ضعيف بيقع، وبعدين يقعدوا كده مسافرين شهور وايام طويلة. دلوقتي الحمد لله الطيارة وبيقعد في حتة كويسة ويشيلوه من هنا لهنا وكرسي بعجل واخد جمال اخر شياكة، يبقى بقت سهلة. الزمان ده بتاعنا بقى اسهل كتير من زمان. والثالث ثبوته على المركوب بلا ضرر شديد، فمن لم يثبت عليه اصلا او ثبت بضرر شديد ليس بمستطيع بنفسه ولا تضر مشقة تحتمل عادة. افرض هو بيثبت على المركوب بس ايه بمشقة شوية، يعني يمسك نفسه شوية يربطوه يعملوه، لكن ما بيقاش يعني ليه احتياطات شوية، لكن ما بتيرهقوه تمشي، لان التكليف لا يغلو من مشقة معتادة، لكن المشقة الزائدة ايه لا. والسابع وجود الزاد والماء وعلف الدبة بالمحل التي اعتاد حملها منه بثمن المثل. مسافر بعربية والعربية بتحتاج كل مثلا 500 كيلو محطة بنزين يمون، طيب في الطريق كده هنلاقي محطات بنزين ولا مش هنلاقي؟ هنلاقي خلاص على بركة اللي يسافر. طب ما فيش محطات بنزين علشان الوقت في مقاطعة والبترول مش عارف ايه وبتاع، طب وبعدين انا اقف في الصحراء بقى والعربية تفضى مني، يبقى خلاص ما روحش. طب البنزين غلي قوي بسبب الايام دي مثلا حرب، وبعد كان لتر كان بجنيه بقى بعشرة جنيه، يبقى مش واجب ان انا اسافر السنة دي، استنى لما يرخص ويبقى بتمن المثل. واخد بالك كل الحاجات دي تراعى، زي ما ساعات كده الطيران يولع في الاسعار وبعدين للأسف لما بيولع ما بيطفيش ابدا مش عارف ليه، بقى قلنا في زمن الحاجة تعلى ومهما سبب العلو ده اختفى يفضل عالي برضه. ليه انا مش عارف دي مش عارف ايه الحكاية دي مش عارفها. ربنا يسترنا. وعلف الدابة بالمحل التي اعتاد حملها منها بثمن المثل وهو القدر اللائق بذلك زمانا ومكانا. وقيل يعتبر وجود علف الدابة كل مرحلة، يعني يعتبر وجود علف الدابة في كل مرحلة. احنا قلنا المرحلة يعني ايه حوالي 40 كيلو، لان المرحلتين 82، يعني على كل مدى 40 كيلو كده يلاقي له بنزينة، على كل 40 كيلو يبقى تمشي. واستطاع بالغير، في بقى ايه حاجة اسمها استطاع بالغير، فتجد انابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته. واحد مسلم مستطيع الحج وبعدين مات ولم يحج، يبقى وجب اننا نخصم من تركته قبل ان نوزع ارثا نفقات حج، وواحد يحج عنه كويس واجب.
يبقى اسمها استطاع بالغير، اسمها استطاع بالغير مش بالنفس. فتجب إنابة عن ميت غير مرتد، ولازم يبقى ميت على الإسلام مش ميت كافر. عليه نسك يعني واجب عليه الحج، لكن افرض مات وكان فقير مش واجب عليه الحج، خلاص مش واجب ان احنا نحج عنه. واضح؟ من تركته، تتاخد من تركته كما يقضى منها ديونه، لان ما تركه الميت اسمه تركة، ناخد منها الديون والوصية والزكاة والمتعلقات، الباقي اسمه إرث، يتوزع بإيه؟ بنظام الإرث، ونفقات الدفن ودفرار ونفقات الكفن كل حاجة. واخد بقيتنا؟ خلاص، يبقى كل ما تركه الميت اسمه تركة، ناخد منها الوصايا والديون والحج والزكوات والحاجات دي، والوصية تبقى في حدود الثلث، الباقي بقى ده اللي يتوزع الورث، يسمى إرث. ما دين لو كان دينه ما يستغرقش كل ثروته. افرض هو مدين لكن دينه لا يستغرق كل ثروته، خلاص افرض عنده ملايين ومدين بمئة ألف، ايه مئة ألف؟ واجب عليه حج. فهمتني؟ بس افرض محلش وقته، انا واخد الدين ده من واحد صديقي قال لي سددوا لي بعد سنتين وانا عندي غيره ملايين، زي التجار ما بيتعاملوا مع بعض كده وهو رجال الاعمال، يبقى معاه ملايين وفي نفس الوقت هو مديون بمئات الالوف، مش كده برضو بتحصل رجال الاعمال كلهم كده؟ لو واحد مديون دين لو دينه يستغرق كل ما يملك، كل ما يملك بس يعني في دين معتبر يعني حياته، خلاص يسدد الدين الاول، اولى الدين يعني، يسدد الدين الاول. ولو مات ساعتها مش ما هو الاول هنشوف هل الدين هيستغرق كل التركه ولا مش هيستغرق، ونقدم ديون الايه البني ادمين الاول، الوصايا وبعدين الوصية إن كانت وصية لغير وارث، واخد بالك؟ وبعد كده نشوف نطلع بعد كده الحد. سهلة، لأن الأمور المتعلقة بالإنسان بالبني آدم ربنا يقدمها، لأن البني آدم ده فقير وربنا غني عن العالم. الأمور المتعلقة بالله محلها العفو، فنقدم الدين للآدمي على دين الله، نسدد الاول ديون للادميين، خلصنا ديون الادميين الحمد لله عشان دول ديانا ده ياكلوا وشنا، انما الدين بتاع ربنا اللي بيننا وبين ربنا ده مبنى العفو والمسامحه، انما الديون المتعلقه بالبني ادم مبناها المشاحه والمطالبه، مش كده برضو؟ بس ما يجيبش عليه حق. لو الدين قلت لك يمنعه من الاستطاعه خلاص، يعني ما يبقاش عنده فائض بعد ديونه يقدر يحج خلاص. وبعدين هو ليه بيستدين الجدع اللي انت مضايقنا ده ويتعبنا كده؟ ما يبطل دين، ده الدين ده مزله بالنهار ويعني شغله وهم بالليل، وبعدين يخليه يكذب، الدين يخليه يكذب كل شويه يقول له ان شاء الله ربنا يسهل هحاول اجيبه لك، وهو عارف انه مش هيجيبه اصلا لانه مش مستطيع، وبعدين يخليه يبقى شايف صديقه اللي اداله وبعدين يعمل يعني نفسه مش شايفه، وبعدين تاني قبله يقول له انا شفتك كنت ماشي في الشارع الفلاني، يقول له ما خدتش بالي، هو كان واخد باله، يخليه يكذب يوقعه في الكذب. طب وليه تستدين؟ ما انت كنت كويس، ما عندكش عربيه وبتركب الاوتوبيس ومبسوط ومش مستدين، فجاه ركبت العربيه وبقيت مديون، يبقى انت حالك وانت راكب الاوتوبيس مش مديون، احسن من حالك وانت عندك عربيه ملك ومديون، صح ولا لا؟ انت وانت عايش في شقة اوضة واحدة ومش مديون، احسن ما تبقى عايش في عمارة على النيل ومديون، احسن بكتير. بس الحياة سيارة، كلام فارغ، عديها مش هنخلي اللي احنا فيه، فامشي بالراحة. دلوقتي بيستدين علشان يغير المحمول، هو عنده اصلا موبايل حلو ماشي معاه يعني كويس، لا عايز يجيب الابجريد، يوم يستدين علشان يبقى ده حاجة يعني تعل، حاجة تعل وتشل بقى، حكاية ان الناس عايزة تستدين على كلام تافه ما يصحش. الدين وحش. وقيل يعتبر وجود بيقول لك كما يقضى منها ديونه اللي هي التركة، فلو لم يكن له تركة، طب افرض ملوش تركة، لا يجب بقى ان يحج عنه، لكن يسن لأحد الورثة
انه يعملها برا بيه. برا بيه. فلو لم يكن له ترك سنة لوارثه ان يفعلوا عنه. طب فلو فعلوا عنه اجنبي مش وارثه. جاز. ولو بلا اذن. ولو بلا اذن. كقضاء دينه بلا اذن. مش يجوز ان انا اقضي دين مسلم بلا اذن بعد وفاته. يبقى يجوز وانا اجنبي عنه كده ان انا حجله بلا اذن برضه واوهبها له. ما فيهاش مشكلة. او عن معضوب. كويس. معضوب اللي هو ايه؟ معطوب يعني. معضوب يعني عنده مرض ايه يعجزه. يعجزه عن الحركة. زي شلل. او جاله مثلا زهايمر. بقى مش مركز. فقد تمييزه. وهو كان اصلا مستطيع وهو قبل ما يجيله المرض ده. بس قاعد يأجل يأجل لحد ما بقى معضوب. يبقى هنا بقى ايه في الحالة دي بقى عامل زي الميت. يبقى ممكن واحد يحج عنه. لكن واحد عايش سليم كده الحمد لله تمام التمام عايش ومستطيع وغني وكل حاجة. طول ما هو عايش ما ينفعش حد يحج عنه. نستنى ما يموت. ليه؟ لانه مش معضوب. ده سليم. هو يحج عن نفسه. لو مات معلش. طب اتشل نحج عنه. يبقى يا يموت يا يتشل. يا يحج عن نفسه بقى بدل ما يموت ويتشل. يلحق. يبقى او عن معضوب بعين مهملة وضاد معجمة. اصل بتحصل ليه بقى؟ لان في ناس بيبقى شغال مثلا في جدة وبيحج كل سنة. فيقول لك انا السنة يحج عن عمتي. السنة اللي بعدها عن عم. طب يا عم عمتك دي معضوبة. يقول لك لا دي كويسة دي عايشة في مدينة نصر زي الفل. طب ما ينفعش يا استاذ. يقول لك سنة بيحج كل سنة. ما يسأل. يا عم ما ينفعش. ارجوك. ارجوك دور على حد من اجدادك مات. حج عنه. بس فزع. الواحد بيقابل ناس تقعد حوارات عقيمة ملاش معنى. فما ينفعش. نقي حد من قريبك معضوب وحج عنه. ما لقيتش نقي قرايبك اللي مات ولا قرايبك ما ماتوش. كلنا لينا قرايب ماتوا. شوف جدك كده. جدك لأمك. جدك لأبيك. واخد بالك. ما كانش حج. حج له. حلو قوي. حاجة جميلة. ده في أحد الأولياء حج عن سيدنا آدم أبو البشر. يقول والله سيدنا ادم ده ابو البشر مظلوم والناس كلها تهمه فيه ان هو اللي خرجهم من الجنه. والله اللي حج له وخرج حج له. لبيك الله بحج عن ابي ادم. برا به. ما يجراش حاجه. ما هو حج كتير. هو نفسه بقى ايه يود ابيه ادم. ما يجراش حاجه. بس مولانا بالنسبه للحج وان كان سيدنا ادم نفسه حج 40 حجه ماشيا من الهند. لكن الله اعلم هل من الهند ولا من السند مش عارفين. لكن هم بيقولوا كده في كتب السير. الله اعلم. ايوه يا سيدي. اذا كان مولانا بيحج ومش معضوب او مش معضوب. ما احنا قلنا لك. ما هو لا يستطيع النفقه وحي لما مش واجب عليه الحج اصلا. واضح؟ مش واجب عليه الحج اصلا. ولا يجوز انك تحج عن انسان صحيح البنيه. صحيح البنيه. حج او عمره. لا حج ولا عمره طالما عايش. استنى ما يموت. واضح؟ مش مستطيع اصلا. هو مش مستطيع خلاص. اصل اهم حاجه العباده تبقى على مقتضى شرع الله مش على مقتضى عاطفتك انت. خد بالك. وراعيها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسي. ما تبقاش عاطف. يعني تجيلك الست من دول جوزها يموت فتره العده يحلو لاولادها بقى يحجزوا لها عمره ميلاد النبي ويحجزوا لها يعني عايزين يخدموا امهم عشان تنسى. بس ما ينفعش. دلوقتي هي محجوزه في فتره العده تقعد في بيت الزوجيه. ما ينفعش ان انا اجاملها على حساب عبادة تانية. لأن فترة العدة دي عدة وفاة الزوج دي عبادة. فما ينفعش وقت الأربع شهور وعشرة أيام دي اللي عدة المتوفى عنها زوجها أخدها الساحل الشمالي يتغير عن منظر. أو أخدها أعمل لها عمرة عشان أفسحها عشان ما يجيلهاش. ما ينفعش. أعمل لها بعد الأربع شهور وعشرة ما يجراش حاجة. لكن المشكلة إن جهله إيه جهل بيؤدي إلى إيه؟ لازم تعبد ربك زي ما ربنا عايزك تعبده مش زي ما أنت عايز تعبده. فهمتني ازاي؟ ما ينفعش. عشان كده في فرق بين العالم والترويش. عالم ودرويش. فلو فعلوا عنه اجنبي جاز ولو بلا اذن كقضاء دين بلا اذن. او عن معضوب بعين مهمله وضاد معجمه او صاد او صاد مهمله معصوب يعني. باجره فاضله عما ياتي غير مؤنه عياله سفرا بخلاف مؤنه يوم الاستئجار. بخلاف مؤنه يوم الاستئجار. او بمتطوع. يعني ممكن يأجر واحد
الراجل المشلول ده يأجر واحد يديله فلوس يكون الفلوس دي فايدة عن مؤنة من ينفق عليه. كويس؟ يبقى ساعتها ممكن. والحكاية دي حلوة ليه؟ لان احنا بنشوف في الحج ناس جايين بكراسي بعجل ومشلولين وبيبقوا بيعملوا مشاكل في طلوع الاتوبيس ونزول من الاتوبيس، وبيتعبوا وبيرهقوا وبيعطلوا غيرهم، وبيبقى اللي بيقوم بخدمتهم مرهق، ولما بيبقى مرهق يبقى عصبي يقوم يشتم الناس. طب ليه؟ طب ما تقعد في بيتك بدل ما تعرض غيرك ان يشتم الناس وترهق الاخرين وتعطل المركب كله. اقعد في بيتك محترم كده وابعت الفلوس دي مع واحد يروح يحج لك شباب كده حلو، يبقى الحجاج كلهم شباب حلوين، بدل ما يبقى ايه. بنشوف المناظر دي في الحج للاسف بتبقى ازمه. يعني تصور انت ما يبقى عندك الاوتوبيس في 3 4 مثلا مشلولين مستنين كراسي بعجل، وتعالى ويشيلوا كل ما ينزلوا كرسي بعجل ويشيلوه يخبطوا في دماغ الناس ويخبطوا في كتاف الناس ويعملوا، وبعدين الناس بتبقى تعبانه مراهقه ما نامتش والدنيا زحمه، يوم يتخبط بالكرسي يروح متخانق مع ده وشابك مع، بدل ما يقول لبيك اللهم لبيك يبقى شغال بايديه ولسانه وباظت الحجه. يبقى احنا بنمتحن نفسنا امتحان ملوش لازمه. فلازم ايه؟ يبقى الحج فيه سكينه. لو الناس فهمت الحاجات دي تتحل ازمتها. اما ياتي غير مؤنة عيالي سفرا بخلاف مؤنة يوم الاستئجار او بمتطوع بالنسك عنه بشرط، يعني ينفع متطوع بالنسك عنه؟ اه متطوع، يعني ممكن يطلع واحد يحج له بالاجره، وممكن واحد تاني يقول له انا هحج لك يا سيدي متطوع كده من غير اجره. او بمتطوع بالنسك عنه بشرط ان يكون موثوقا به، يعني ثقه، يعني ما يكونش بيضحك عليه. ادى فرضه، ويبقى ادى فرضه غير معضوب، ويبقى نفسه ما يكونش برضه معضوب. ما يجيبش واحد مثلا برضه مشلول يقول لي انا هروح وابني هيزقني بالكرسي ابو عجل، وانا حجيت قبل كده وانا شباب حب احج لك. ما ينفع، ما انت معضوب خليك. فاهم؟ وكون المتطوع ان كان اصله او فرعه غير ماشن. المتطوع بقى ده يشترط في شروط، يكون حج عن نفسه، وان يكون اصله او فرعه، ان كان من اصله فرعه يبقى غير ماشي ولا معول على السؤال، ما يقولوش هحج لك ماشي ولا هحج لك واشحت في السكه كل ما جوع اكل من الناس. ما ينفعش يديله بقى. فهمت؟ او الكسب، ولا معول على السؤال او الكسب، ولا يقول له انا هحج وهبقى اشتغل في الطريق كده كل شويه اشيل للناس الامتعه بتاعتهم وبتاع، والاجره اللي هيدوهاني هبقى اكل بيها. برضه ما ينفعش. واضح؟ عشان ده ارهاق. كل ده هيؤدي انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده مبدا، يعني كل الصور دي يقول لك طب وايه الدليل؟ يعني المشايخ قاعدين يقولوا الكلام ده، انا والنبي قال كده، قال من استطاع سبيل. ايه؟ ايوه، ما هو من استطاع سبيل، لان ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا، وبيديك صور لان في ان لسان الدرويش ده ممكن يكلف نفسه فوق طاقته، ولا مش من شرع الله. فبيفهمك امثله، يوم يديلك ايه؟ الملكه الفقهيه اللي بيها انت بعد كده توزن الامور. إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلة. ويبقى كمان المتطوع ده اللي هيروح ومش هيخطله بحاجة، واخد بالك إزاي؟ ومش ناوي، وناوي مثلا يكتسب في فترة السفر، يبقى ما يبقى السفر طويل عليه عشان ما امتحنوش امتحان زائد، يبقى سفره مرحلتين، يعني 80 كيلو مثلا. 80 كيلو سهلة. واضح؟ حتى إذا توسم فيه الطاعة وجب سؤاله الا بمتطوع بالاجره. يعني لو ايه توسم فيه ان هو راجل طيع عابد وبتاع وبيروح رايح يحج اصلا اوريدي، وهو حج عن نفسه، يعني يقول له مثلا ايه برضه يعني لو سمحت حج لي، ما يجراش حاجه. الا لا بمتطوع بالاجره. يعني ما يسالش ايه ما ينفعش ان هو يبقى متطوع بالأجرة. لا بمتطوع بالأجرة فلا يجب قبول ذلك لعظم المنة. يعني متطوع غريب عنه، ده المتطوع التاني ده غريب عنه، واخد بالك ازاي؟ هو هيقول له حجلي وكل حاجة، واخد بالك ازاي؟ ويوفر له، يوفره له.
لكن ما يعتبرش ويبقى المرحلة السفر بسيطة كويس، لكن ما يبقاش متطوع بأجرته يعني يقول له أنا هحجلك وأنا اللي هدفع الأجرة، لأن دي هتبقى منا علي بقى، يمنا علي يعني. التاني متطوع بالبدن والتاني متطوع بالبدن والأجرة، الأول متطوع بالبدن المنا أقل، لكن أنا متطوع بالبدن والأجرة يزله بقى ياكل وشه، واخد بالك؟ واحنا مش عايزين ان المسلم يبقى ايه عينه مكسوره لحد الا ربه، عشان كده بيقول لك اللي بيحسن اليك بيعض قلبك، واللي بيسوء اليك بيقربك لربك. اللي بيحسن اليك بيعض قلبك ليه؟ لان بتستشعر المنه، فبتفضل بقى باستمرار شاكرين جزاك الله خير وشاكرين، كل ما تشوفه متشكرين متشكر الله. طب يا عم ابعد عني بقى، خلي الاحسان لله على طول، خليني عبد لله بدل ما ابقى عبد للبشر. واللي بيسيء اليك بيقربك لربك ليه؟ لانه بيخليك مظلوم وبتعفو عنه بتصفح فيقربك لربك. افهم، عشان كده الاولياء ما يزعلش من اللي يسيء ليه، لانه بيعتبر ان اللي بيسيء ليه بيقربه الرب، يقوم يعفو عن من ظلم. دي اخلاق الاولياء، واخد بالك؟ انما التاني في منا، لما يجي لك الخير من ناحية بني آدم في منا بقى تبقى خايف، خايف بقى الأحسن انت ايه، هيبقى عندك شكرين، شكر العبد وشكر الرب. انما لما الإحسان يجي لك من الله على طول يبقى هي جهة واحدة اسهل. عشان كده ربنا خلق ناس تسيء للناس ليه؟ عشان تزقهم لربهم، ما خلقهمش اعتباطا برضو، دول بيخدموهم يعني، قاعدين بيقدوا مهمة في الأكوان. العالم الظلمة دي بتؤدي مهمة في الأكوان، بتؤدي مهمة للأكوان، يجعل دعاء المظلوم مستجاب، مش دي مهمة؟ مهمة. ويجعله منتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة يعني، بتقربه يعني. مفيش حاجة في الكون اعتباط، مفيش حاجة في الكون اعتباط خالص، كله حلو. مش معنى كده انك انت تشتغل ظالم، لا، تشتغل مظلوم ممكن، لا ده ما اشتغلش ظالم. ما هو الظالم والله بيأدي مهمة، انا هروح انا اعمل وظيفة للناس دي كلها، اظلمهم كلها، ما ينفعش، مسؤولية. تفهم كلامه بالعكس، لا بمتطوع بالأجرة فلا يجب قبول ذلك لعظم المنة في بذل المال بخلاف المنة في بذل الطاعة بالنسك، بدليل ان الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشغال. قول الاسلام اول ايه شرط من شروط الوجوب الاسلام، فلا يجب على الكافر الاصلي وجوب مطالبه به في الدنيا، فلا ينافى انه يجب عليه وجوب عقاب. اما نقول ان الكافر مطالب بفروع الشريعه يعني مطالب مطالبه عقاب في الاخره، ربنا هيأنبه، يجي مثلا يا كافر انت كافر، طب انا هعاقبك على كفرك، وهو بيتعاقب على الكفر يقول له انت ليه ما حجتش، عشان يأنب اكتر، ليه ما صليتش، ليه ما زكتش، يا مجرم، ويعاقبه تاني، مع انه لو عمل الحاجات دي هو كافر ما كانش هتقبل برضه. واضح؟ فلا ينافى انه يجب عليه وجوب عقاب عليه في الدار الاخرة عقابا زائدا على عقاب الكافر كما في غيره من الواجبات، ولا اثر لاستطاعته في الكفر حتى لو اسلم وهو معسر بعد استطاعته فيه، اعتبر استطاعة جديدة. لما كان كافر كانت الدنيا مقبلة عليه وغني قوي، جاء اسلم ربنا امتحنه تجارته بارد فبقى مش مستطيع، يبقى مع انه كان وهو كافر كان مستطيع من حيث المال والعافية، يبقى لا يسأل عن استطاعته حال كفره، بل يجب عليه استطاعة جديدة. واضح؟ اعتبر استطاعة جديدة. او اما المرتد فيجب عليه وجوب مطالبة بخلاف المرتد، لو المرتد قبل ردته كان يعني مستطيعا فارتد وجب عليه، ثم بعد ردته صار غير مستطيع وجب عليه ان يحب. واضح بالك؟ لان في فرق بين الكافر الاصلي والايه والمرتد. واما المرتد فيجب عليه وجوب مطالبة بان يقال له اسلم وحب ان استطاع قبل ردته او فيها، فان اسلم معسرا استقر في ذمته، انما الكافر لو اسلم معسرا لا يستقر في ذمته. واضح؟
بتلك الاستطاعة وإن مات بعد إسلامه ولم يحج حج من تركته. يبقى مش أي واحد فارق تركة، يعني واحد مات وسايب 20,000، 20,000 دي ما تحججوش أصلا، كل ما يملكه سايبه لأولاده 20,000، واخد بالك؟ تقوم تقول أنا هاخدهم نحجله، طب وبعدين الورثة اللي قاعدين دول يروحوا فين يعني؟ جايين من الهند يعني تضحك عليهم؟ ما هو المصريين يقول لك وأنا هندي، مع إن الهند يعني سبقتنا حتى بمراحل، يعني ما حصلناش نبقى هند. لكن إيه؟ ما خدش إلا لو هو سايب تركة كبيرة وكان مستطيع حال حياته، يبقى ساعتها آخد. مش أي واحد يترك تركة أقول لك هات حج، ما ينفعش. فهمتني إزاي؟ ولم يحج حج من تركته، وإن مات مرتدا لم يحج عنه، وإن كان يعاقب عليه عقابا زائدا على عقاب الردة، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل بالردة، فلا يستمر فيه، فلا يمضي فيه، بخلاف الثاني اللي أفسد حجه وهو مش مرتد يستمر في فساده وعليه القضاء في العام المقبل، ولو أسلم لبطلان إحرامه. طب افرض ارتد يومين في أثناء الحج وبعدين بعد كده أسلم ثاني، ايه ده؟ هي ممكن الحكاية كده؟ ممكن. لما مثلا في بعض الحاجات العك اللي بتتقال دلوقتي في الفضائيات دي كفر، فاتفرج له على برنامج كده فاقتنع بالكفر اللي بيتقال كفر، وبعدين بعد ما طفى التلفزيون كده قابل واحد شيخ تاني بعد يومين قال له ده انا كنت شفت برنامج جميل بيقولوا كذا وكذا وكذا، قال له ده كفر يا ابني، قال له امنت بالله استغفر الله والله انا كنت فاكره حلو ده عجبني. يبقى ارتد يومين ورجع تاني للاسلام تاني، دي بتحصل وقت كتير بقى. سألنا انا يعني في برامج كفر بواح وبيتكلموا على الاسلام ومن يعتقدها كفر، زي من قال ان بول النبي نجس كفر، كويس؟ وبعدين قعد كده اسبوع وبعدين قابل احد العلماء قال له ازاي يا ابني تقول بول النبي نجس؟ هو النبي ده بشريته مش زي بشريته، ده النبي ده فاق سدرة المنتهى وفاق اللوح المحفوظ ولا يصعد هذه الاماكن الا المطهرون، فكيف يكون فيه نجاسة ويصعد الى هذه الاماكن؟ فلابد ان يبقى طاهر، والا تبقى تنكر الاسراء والمعراج بالجسد وتبقى منام، وانت ما بتقولش كده يا اخي، انت طول عمرك بتقول ان الاسراء يعقله بقى يقول اه امنت بالله استغفر الله. ده النجاسه دي يا ابني قذاره، ونسبه القذاره للنبي انتقاص، وانتقاص الانبياء كفر، كده حرام ما يصحش. يقول امنت بالله استغفر الله، يبقى ايه؟ اسلم. طب مش اسلم تاني؟ لا لا، يظهر بالجهل في حق النبي ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، فلما يعرفش النبي يبقى منكر. انت حكايه ده، لا انما يظهر بالجهل في الفروع مش في الاصول، في الفروع مش في الاصول، دي اصول، النبوات دي اصول. فهمتني بقى ازاي؟ زي ما كانت مستضيفه مذيعه نصر ابو زيد ده ولا مش عارف ايه، مر مذيعه وقاعده بقى المذيعه من دور عيالنا، بنت متغرده من كليه اداب ولا اعلام ولا بتاع، عيله غلبانه ما قريتش حاجه، يا دوب قريت ميكي ماوس، قريت لها سمير، خدت الشهاده، عملت اعلان مذيعين، نجحت، بقت مذيعه، قعدت تعرفش حاجه غلبانه. وبعدين جاي بقى نصر ابو زيد وهو عنده لباقه وراجل استاذ في الاداب وتعلم على يد الكفار بره وبقى يعني تمام التمام، وقعد يقول لها احنا عايزين نخاطب الناس بالقران خطاب جديد ونفهم الناس ان اللغه بتتطور وان المعاني بتتطور ويحرق المقصود. صوته كلام حلو مرتب. يعني مثلا ما فيش حاجه اسمها ملائكه، مش حاجه اسمها شياطين، نوازع الشر في الانسان، مش ربنا بيقول وهداهم يا النجدين، يعني الشر والخير، فنوازع الخير نطلق عليها الملائكة، نوازع الشر نطلق عليها الشياطين. فهمت المذيعة تعمل له كده؟ يا كفرت يعني قبل ما تجيبه في البرنامج كانت مسلمة، بعد ما عملت له كده بدماغها كفرت، بقت كافرة، لأن إنكار الملائكة والجن إنكار صريح القرآن، إنكار إن في حاجة اسمه إبليس ورفض ان هو يسجد لسيدنا ادم، يبقى دي كلها ايه؟ ما ينفعش. وانكار الملائكه معناه انكار الوحي، لان الوحي كان عن طريق سيدنا جبريل، يبقى انكار الرساله، يعني الامر مش سهل، يبقى الامر مش سهل، كفر. طيب والعالم الملايين اللي قاعدين يتفرجوا على التلفزيون كفر، اللي اقتنعوا بالكلام ده منهم كفروا، واللي ما اقتنعوش وقفلوا التلفزيون الحمد لله ما زالوا على ايمانهم. فشفت بقى لما تيجي تقرا في الكتاب لو ارتد ثم اسلم بعد يومين او يوم او ساعه، تتصورها انها بتقع.
لان الناس متصوره ارتد يعني راح سجد للاتي والعزة وانا بكده قال لا ما يصح. ما مش كده. الكفر هو انكار ما عرف من الدين بالضروره ولو انكر ايه. زي ما جالك مثلا واحد في ليبيا زمان قال لك ايه ليه بنقول قل هو الله واحد، بنقول هو الله واحد على طول، فانكر كلمه من القران كفر. ده اللي ينكر حرف من القران يكفر، مش سهله. ويقول يا جماعه يلا نصلي العشاء، عشاء تيب لا تصح من كافر، لك يلا نتوضى لا يصح الوضوء من كافر. اسلم الاول. شفت بقى المصيبه اللي احنا بنقع فيها؟ عشان كده لما تيجي تقرا السطور دي تاخد بالك انها بتقع مش ما بتقعش، وتفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه، ياتي زمان يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وخبئ يبيع دينه بعرض من الدنيا. تعرف تتصور كلام النبي انك انت ازاي تبقى الصبح مسلم وبعدين بالليل اتفرجت على برنامج زي ده فازهر الشتاء ورن انت على الكفر. اللي حصل في موضوع انكار المسيح الدجال شوف حولك حاجه، هذه الاشياء نقول عليها ايه ان دي كفر، ونيجي بقى الكافر ده نعمل فيه ايه؟ ما بذبحوش انا، ده انا باجي بعلمه بقول له تعالى هنا انت كفرت علشان بتقول كذا، ده كذا، ده دليل وكذا وكذا، اسمها استتابه، ابين له الامر. فان بان له الامر وعاد خلاص الحمد لله بقى مسلم، وعلي ان يعيد الصلوات اللي صلاها في الفتره اللي هو قبل ان يتوب لانها وجبت عليه، بخلاف الكافر الاصلي. حتى لو كان صلاها وهو مش عارف انه كفر بعد كده لا تصح منه، لا تصح منه في المواقف دي، لا يعذر. زي مثلا مصطفى محمود ربنا يحسن خاتمته، مش مر بفتره شك شفاعة. فتره شك كده، لا غير الشفاعه ده قبل كده هو شباب مر بفتره شك، وحتى هو مؤلف كتاب رحلته بين الشك للايمان ومش عارف الحاجات دي كلها. فتره الشك دي لما مشي مع الشيوعيين وانكر وجود الله، وبعدين الفتره دي لحد ما ربنا الهمه ورعاد مرة أخرى إلى حضرة الإسلام، دي فترة اسمها فترة ردة، علي قراءة الصلوات اللي فيها، بخلاف الكافر الأصلي ما لهوش. قد تطول أيام وسنين وشهور عند بعض الناس، وقد تكون ساعات، وقد تكون لحظة ثم يعود على طول. لحظة يقول أمنت بالله، يجي له هاجس كده، هاجس هاجس هاجس، ويقول أمنت بالله، استغفر الله استغفر الله، يبقى عدى. فهمتني ازاي؟ بس هنا الرد اثناء بقى ما نسك الحج بقى لو ارتد بقى في اثناء ما نسك الحج لحظه وبعد كده عاد مره اخرى بطل حج برضه، لان بطل احرامه بردته، بطل احرامه بردته. بس لبطلان احرامي اهو قايل لك لبطلان احرام خلاص، والبلوغ من قابل اقرب حاجه والبلوغ، قول والبلوغ نقف عليها بقى عشان احنا طولنا النهارده عليكم عشان ما نسهركوش. عرفتوا ان المساله بقى مش سهله، البرامج اللي بيتناقشوها دي مش سهله. اما يقعدوا يتناقشوا مثلا في نقاب المراه ولا عدم نقاب المراه، والله لو اول الصبح اللي بيقول لك واجب واللي بيقول مش واجب بتاع، كلهم مسلمين حبايبنا، دي امور فرعيه، دي مش مشكله يقعدوا يهبهبوا فيها ولا يهمنا، مسلمين حلوين. فهمتني ازاي؟ واحد قاعد يتناقش والله اطلاق اللحيه ده واجب، التاني يقول له لا ده مستحب، التاني يقول له لا انا شايفه سنه، التاني يقول له والله انا شايف ان هو مش مناسب لهذا العصر الان لانه اصبح شبهه. خلاص يقعدوا يتكلموا، ده مش في دائره الكفر والايه؟ والايمان، دي في دائره الفروع ولا يهمك. الا بقى الكلام عن النبي. دي دائره حمراء. بيتكلموا عن النبي، شوف العالم دي بتقول ايه؟ ايه يا مجرمين؟ بس ده المقام العالي، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلقه كان يقول له يا ايها النبي يا ايها الرسول، ما يقولوش يا محمد ابدا لعلو مقامه ومنزلته. اذا كان ربنا كده بيكلمه بخطاب مخصوص، بيخاطبه بخطاب مخصوص عن سائر الخلق، يبقى احنا نتكلم عليه واخد بالك بالكلام كده عادي بلا تريث؟ ما ينفعش. يبقى دي يجي بيتكلم على الله الذات العليه سبحانه وتعالى، ما ينفعش. ده كلام مهم، ده ينبني عليه بقى كفر وايمان ما فيهاش دلع. انما قاعد بيكلمني مثلا المسح على الخفين، واخد بالك؟ هل تتحسب مده المسح بعد انتقاض في الوضوء، يعني انتقض الوضوء، ولا من وقت اللبس، ولا من وقت المسح؟
ده يتخانق يقول لك لا من وقت اللبس، الثاني يقول لك لا ده بعد ما ينتقد وضوء بعد اللبس، الثاني يقول لك لا ده لوقت المسح. ما يجراش حاجه، سهله اي حاجه تمشي. فهمتني ازاي؟ فالخلاف في الفروع غير الخلاف في الاصول. النبوات والالهيات دي حاجات خطيره، نقط حمراء. ما ناخدش راي ربات البيوت، قالوا ايه رايك يا ست سميه بقول النبي هو يعني كويس ولا ايه رايك يعني، ولا نقول لاخيه يعني. ما ينفعش، فاش الكلام ده، ده تهريج اللي بيعملوه ده، لان ده النبي، النبي ده يعني حاجه مقام فوق المقام. وكل الانبياء كده، ونبينا بقى نبيهم، ده كل الانبياء كده ونبينا نبيهم. فما ينفعش الاساليب اللي بيعملوها الوقت ده، وقاعدين كده يعرضوا سيره النبي بطريقه ما تليقش وما تصحش، وفيها نوع من يعني من الابتذال في الالفاظ. ما ينفعش، زي ما جايبين برضو ناس بتتناقش يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم ضاجع ماريا في فراش صفيه فدخلت صفيه. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه كلمه ضاجع وما ضاجعش؟ ايه ما يصحش ده؟ انت لو قلتها رئيس الجمهورية ضاجع زوجته ما يصحش، رئيس الجمهورية يزعل. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ما يصحش، لان دي الفاظ لا تليق تتقال في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوها كده والله، يقعدوا يقولوها كده، لدرجة واحد اتصل بيا بالتليفون بيقول لي ايه حكاية ان النبي ضاجع ماريا دي؟ والله طلبني وانا بعمل عملية. لقيت التليفون بيرن، قالوا انت فاضي بس يا احسن، في موضوع قلقني قوي اتضايقت منه قوي. ايه يا عمي؟ خير؟ انا افتكرته عيان. قال لي عند مغص ولا بتاع. قال لي اصل في برنامج بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضاجع ماريا، هو كيف فعلا ضاجع؟ قلت له ما يصحش الكلام ده يتقال بهذه الصوره في حق نبينا. البرنامج اللي انت بتشوفه ده كنت تقفل السكه او تتف في وش اللي بيقول كده. لان ده النبي، ده بيتكلم على النبي، ده لا يليق ان انا اقول كده لجاري. وانت بتضاجع زوجتك لو سمحت يعني بقى مش عارف داير الباب، ما ينفعش، عيب. قله ادب. شوف يهزأ ما يهزأ الا النبي بقى. الا النبي ما حدش يتكلم عليه كده. ما يصحش. مولانا كده ضاع يعني. ها؟ العامة كده تقريبا ضاع. ما علشان كده بقينا في زمن فتن. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ يضلوا ضلوا ويضلوا. قايل كده زمن الفتنة كده. وعلشان كده أنا أنصح إن الناس ما تتفرجش على الفضائيات أبدا، ولا يأخذوا دينهم منه. ولا من صفحة إيه الدينية في الجرائد. وبعدين ينتقي ما يسمع. مش كل حاجة يسمعها يدخلها قلبه، ينتقي ما يسمع كمان. إلا كده يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ويقول لك صلى الله عليه وسلم عشان ينيمك. وبعدين يقول لك مصايب بعد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش، ما ينفعش. لما تتكلم على النبي تتكلم بأدب. أصله إحنا أعرف بأمور دنيانا من النبي، النبي يعني مسؤول عن أمور الشرع بس، ويعرف أمور الآخرة، لكن أمور الدنيا إحنا نعرف. إحنا مين؟ اللعبل ده اللي ما يعرفش كيف يبول وكيف يأكل وكيف يطعم، ما يعرفش حاجة. إنت فين؟ إنت فين؟ وبعدين يستدل بعض الأحاديث على فهم خطأ، ويجيب لك تأبير النخل ومش عارف، وهو مش فاهم وليها 100 تأويل. وهو مش فاهم، لأن النبي جاء بالحقيقة والشريعة، فدي أحاديث جاية بالحقيقة بتتكلم في جانب الحقيقة، أن الأسباب لا تغني عن الله شيء، كلام صح. فالنبي جاء بالحقيقة، هم فهموا أن الحقيقة أن النبي بيكلمهم على الشريعة فتركوا التأبير، فقال لهم أنتم بأمور دنياكم يعني خذوا بالأسباب، لأن الأسباب من الشريعة والحقيقة هو فعل الله فيها، فدلهم على الكل. فإزاي يجهل يعني؟ لا، وينسى الجهل للنبي، ما يصحش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام فوضع يده بين كتفي فتجلى لي كل شيء وعرفت. كل شيء وعرفت، شوف كل دي. وفي غير دي، في غير ده كمان، واخد بالك، في الإسراء والمعراج، فاق اللوح والقلم وسدرة المنتهى. يعني وصل مقام لم يصله نبي مقرب، فصار من علومه علم اللوح والقلم، وفاق علم اللوح والقلم لأنه عدى سدرة المنتهى. فطالما عدى سدرة المنتهى يبقى فاق علوم الملائك، وعلوم الملائك واقفة عند اللوح والقلم. وعشان كده هو من علومك علم اللوح والقلم، من علومه فعلا لأنه وفاقها.
كل الحاجات دي احنا عارفينها. يبقى في الاخر يبقى النبي فاق هذه العلوم ومش عارف ما يصلح امور الدنيا؟ شيء عجيب والله، شيء عجيب. ويجيب لك ادله مؤوله غلط وكلام مؤول غلط خالص. فربنا ينجينا. لازم لازم نعرف نبينا اولى من اننا نقعد نعرف نواقض الحدود سوا. ليه؟ لان نواقض الروح هينبني عليها الصلاه فاسده ولا صحيحه. لكن عدم معرفه النبي يؤدي الى انكار النبي كفر، وتارك الصلاه فاعلها فاسده ليس كالكافر. اسمه مسلم، في فرق بين المسلم والكافر، فرق كبير. فالكلام على النبي يؤدي الى الايمان او الكفر، فاش دلع. انما الايمان على الصلاه، الكلام على الصلاه يؤدي الى الصحه والبطلان بس وخلاص، سهله. انما انا مشغول. طب وفين يوحى اليه؟ ما هو ما جابش. ها طيب، ما زي بالظبط ايه؟ لا تقربوا الصلاه. هو قال يوحى انما انا بشر مثلكم لتتم الاسوه. نعم. يوحى الي لتتم الخصوصيه. تقدر تستعمل القران. فكان بيقول انا بشر مخصوص. يعني بيقول بشر مثلكم يوحى الي، يعني ايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى، بس انت مش واخد بالك. ترتيب المصحف ليه دلالات. اخر سوره مريم، واخد بالك ازاي؟ اللي هيقول فيها قصة سيدنا عيسى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى. فاذا كان سيدنا محمد الايات عليه تترى وتفوق سيدنا عيسى، بس سيدنا عيسى تابع له، كان الاولى ان الناس تفتن فيه. فعلشان كده، عشان يجنبهم هذا، فقال لهم انما بشر مثلكم يوحى اليه قبل ما يحكي لهم عيسى. فاللي اعلى منه بشر، يبقى عيسى من باب اولى بشر. فلازم تفهم، فالحكاية ليها علاقة، ليها علاقة أصلا. يعني هنا ذكر. طيب لما بيقول إيه؟ طب ما في آية إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ما قالش بشر خالص. ليه ما بيقولش الآية دي؟ قل إنما يوحى في آخر الأنبياء. في آخر ما فيهاش بشر. طب ما بيقولش دي ليه؟ ما بيقولش ليه؟ لأن فيها التكريم العالي. يبقى هم بيختاروا الآيات اللي فيها شميمة انتقاص ويركزوا عليها. يبقى التركيز على مثل هذه الايات انتقاص، لان عندي ايات تانية ما فيهاش هذه الشميمه. طب ليه ما بيقالهاش انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري. ما فيهاش بشر. ها؟ عشان دي من المحكمات. لا، ده دي فيها ملمس عالي، لان دي قبلها انما وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين مش متعلقه بالبشريه. ده بيتكلم على الذات الاحمديه، الحقيقه المحمديه اللي يصل رحمه للعالمين قبل ظهور البشريه. فكانه بيتكلم على وجوده قبل ان يكون بشر، فمش محتاج يثبت البشريه هنا، لان قبلها على طول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي الله. يبقى كل وحي اتى للناس جاء من قبل رحمته، من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل وحي أتى للناس سواء ملائكة أو إنس أو جن جاء من قبل أحمديته. ولذا لا يناسب الآن ذكر البشرية، لأن العالمين ظهروا قبل ظهور بشريته، وكان هو موجودا رحمة للعالمين قبل بشريته. فالآية هنا بتبين. طب ليه ما تكلموش على آية دي؟ لأن مش فاهمينها، لأن دام أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فهمتني ازاي؟ دول زي منافقين هذا العصر، زعروا في زي المسلمين، واخد بالك؟ وهم ابطنوا الجهل بالنبي، والجهل بالنبي يساوي الكفر على طول. فربنا ينجينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.